تبتدي محاضراتكم من شائعه متكرره الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت دي، وكل كام شهر كده تطلع شائعه في نفس السياق، يعني فيما يخص بقى السلع التموينيه والتموين والحاجات اللي بتمس المواطن بشكل مباشر. في شائعه بقى انتشرت كده خلال كام يوم اللي فاتوا بتقول انه الحكومه هتلغي الدعم العيني، يعني هتبطل تدي الناس سلع على التموين وهتستبدلها بدعم نقدي وهتديهم بدلها فلوس. طبعا الناس ابتدت يعني تتكلم في انه طب وهي الدعم النقدي او الفلوس اللي الحكومه هتبدلها بالسلع هتكفي بقى ثمن السلع اللي كنا بنجيبها على بطاقه التموين؟ والقيل والقال. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء دائما ما بيتابع مثل هذه الشائعات وبيتواصل مع المصادر الرسميه عشان يوضح لحضراتكم حقيقه هذه الاخبار من عدمها. فالمركز تواصل مع وزاره التموين، وفي ضوء طبعا الاخبار اللي بقول لحضراتكم عليها انه الحكومه هتلغي النقد او الدعم العيني للسلع التموينيه وهتحوله لدعم نقدي، فتم التواصل مع وزاره التموين والتجاره الداخليه باعتبارها الجهه المنوطه او المسؤوله بهذا الامر، وهي نفت هذه الاخبار واكدت انه لا صحه لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية ولا صحة أيضا لفكرة تحويله لدعم نقدي، وشددت على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو بدون أي تغيير في المنظومة، وبيستمر صرف المقررات التموينية لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وده بما يعادل القيمة المخصصة ليهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع اللي بيتم ضخها شهريا لمنافذ صرف السلع التموينية. هي بتنشط حضراتكم طبعا المواطنين جميعا عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات او الاخبار الكاذبة، وبتقول لحضراتكم يعني ارجوكم تستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة. بنكرر دايما مع كل خبر مغلوط او اي شائعة بنتناولها مع حضراتكم هنا في 8 الصبح انه ارجوكم ما تمشيش مع الموجه، ما تمشيش مع التيار، ما تلاقيش الاخبار المتداوله فتصدقها، ولو حتى شاكك فيها ما تروحش بقى تقول شفت ده بيقولوا كذا كذا كذا، لا حضرتك لازم تكون ايجابي، تشوف المعلومه الصحيحه من مصدرها الرسمي وتعيد نشرها بشكل صحيح بقى، يعني ما تقولش شفت بقى ده هيلغوا الدعم العيني وهيدونا بداله فلوس، لا حضرتك قول ده في خبر مغلوط والتصحيح بتاعه كذا كذا كذا، ده دورنا المجتمعي جميعا يا اسماء، مش كده ولا انه كلنا نكون يعني ايد واحده علشان نعدي من المرحله. طبعا دي يعني من الحاجات المهمه جدا جدا، احنا بنقول دايما التوعيه في كل حاجه في كل الملفات.